يقول من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن نفي النقائص عن الله جل وعلا ليس نفيا محضا. ما معنى محضا؟ يعني خالصا، مجرد نفي هكذا مثل الجدار لا يظلم، ها هذا نفي محض. وإذا ما يظلم، هو في جدار يظلم؟ مثل الضعيف لا يظلم، لماذا؟ هو قادر يحمي نفسه عشان بعد يظلم الآخرين، أصلا ضعيف غير قادر. لكن الله لا يظلم لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، كلا، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، كلا، وإنما لكمال عدله ورحمته لا يظلم. طيب، نفع عن نفسي العجز. العجز من أين يأتي؟ إما لضعف في العلم أو ضعف في القدرة، صح؟ يعني لو ذهبت أنت إلى بيت فلان، إذا كنت ما تعلم الطريق تتعب تتعب تتعب، عجزت عن الوصول. لماذا؟ ما عرفت العنوان، كل شيء متغير، كل شيء كذا، ما في إذا نقص العلم يؤدي للعجز، أو النقص بالقدرة، عارف الطريق لكن ما عندي قوة، تعبان ما أستطيع. إذا نقص العلم أو نقص القدرة، فضلا ينقص العلم والقدرة، حصل العجز. طيب، ربنا جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض والسماء، من أين يأتي العجز؟ نقص في العلم أو نقص في القدرة، صح؟ نقص في العلم أو نقص في القدرة. طيب، ربنا جل وعلا لا يعجز، لا يعجز شيء، لماذا؟ لكمال علمه وقدرته، فهو قد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير، فكيف يعجز؟ إذا نفي العجز لابد أن نعتقد، نؤمن بأن الله لا يعجز لكمال علمه وقدرته. أيضا إيش قال؟ نفع عن نفسي المثيل والكفر. المثيل في قوله تعالى ليس كمثل شيء، والكفر في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. لماذا الله جل وعلا لا مثيل له ولا كفأ ولا سمية ولا شريك له ولا ند له؟ لكمال جميع صفاته. فكل هذه الأنداد والشبائه والنظائر والمسميات كلها مخلوقة دانية، وربنا جل وعلا خالق أعلى. فلذلك لكمال صفاته فكل الصفات دونه وهو أعلى منها كلها.